قالت لينا تقريبا شي 3 كيلومتر على الحدود، زلنا من شي بلايص مغيسين بزاف، خرجنا منهم بصعوبة، ولكن كانت طفات ليا الكاميرا مع دي شارجات من الصباح وانا كنصور بها ما شارجيتهاش نهائيا. دابا درنا هاد شارجة واحد شوية، بعدا راه كومي مزيان، دابا نعيشكم هاد الاجواء هادي قبل الخروج ان شاء الله من بيساو والدخول لغينيا كوناكري. هنا مازال راه نواور على البلايص اللي دزنا منو، وشحال مرة تيكليسي ليا الموتور تيلعب. واد ديز وسط هاد الطريق هادي، وفريمون مساكن هاد الناس هادو اللي كاينين في هاد البلاصة معزولين. حيت دابا ضربنا حنا بيس، ضربنا شي فوق 28 ولا 26 كيلو، والله ما عقلت شحال ضربنا بالضبط. هي مسافة قصيرة، ولكن مع 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 صعيبة تتبان ليك طويلة. كاينة شي دورة على اليسار ما عرفتش فينا هي، قاليك من دابا 600 متر هنا تيبان ليا شي حاجة ماشي هي هاديك في العبار، والله شي حاجة 600 متر راه مقبيلة وانا غادي في هاد 600 متر هادي. يا اما انا مبقيتش نعرف نشوف الحساب، يا اما 600 متر زادو فيها الدراري. ها مقصرين البالون، ها كاين لا مشكل لا والو. عذابي قبل ما نكملوا هذه الحلقه اللي برعايه شركه فالا، واللي هي شركه 100% مغربيه ورائده عالميا في مجال استضافه المواقع ليبرجمو ويب وتسجيل اسماء النطاقات اوروبا وامريكا وشمال افريقيا. الى عندك موقع او تتفكر تنشا موقع باش تكبر البيزنس ديالك، شركه فالا غادي توفر لك الاستضافه والحمايه الالكترونيه وتساعدك على الظهور بشكل اكبر على محرك جوجل من خلال خدمه سياو. اما اذا كنتي من المهتمين بالتجاره الالكترونيه، فشركه فالا غادي تساعدك على بناء إدارة متجرك الإلكتروني بشكل احترافي وتزيد من مبيعاتك بسهولة. كل هذه الخدمات بجودة عالية وثمن مناسب، وممكن تعرفوا على خدمات أخرى لتتقدمها الشركة من خلال موقع www.vala.ma. فشكرا لفالا على دعمكم اللي غادي يساعدني باش نكمل رحلتي ونقدم محتوى بجودة عالية. نشوف أنا يا المعلم عطيني الطريق. لا هي هادي هي هادي، ها هو هادي الطريق، الطريق كي داير على بلدية فيها، هاهي هنا يبين لك فور ما بيناش كاع نهائيا. بسم الله، نتخباو من الشتا بعدا. Stop. ¿Cómo? Bien. Adama ga dishi zgak. خصنا نزيدو شي شويه في بلاصه، هنا كاين الغيس بزاف. راه طاح في الارض، طاح في الارض. نونو باي اوبريغادو. وهو العربون ديال هاد الطريق هادي باينين من هاد الديبار. دابا هذا هو الديبار ديالها، شوف كي دايره، ما باينه كاع، راه مشينا فتناها شحال.
عاد عاودنا درنا 2 متر ورجعنا ليها صافي. هذاك شفتو هذا الباسبور طبع واش واقيلا هو الاخر ديال غينيا بيساو. دابا يقدر غادي ندوزو عند ديال غينيا كوناكري. الطريق كي دايره ربي السلام. وان شاء الله خصنا نحاولوا ندخلوا لغينيا كوناكري ونقلبوا على اقرب دوار نحاولوا نباتوا فيها هذه الليله هذه. مي التجربه في غينيا كوناكري رائعه بزاف. بلاد زوينه من ناحيه طبيعيه، الناس ديالها الله يعمرها دار دراو تيتعاملوا بطريقه اللي زوينه بزاف. حتى البوليس انا صراحه طلع ما وقفونيش كاع نهائيا فاش كنت في غينيا بيساو كامله التراجي كامل ما عمرهم وقفوني ابار في الدخله ما طلبوا لي حتى شي حاجه زعما خارجه على داك المالوف ولا على القانون. ابراهيم اللي قالوا لي ولكن قال لي ما عادش 5000 ولا سميتو هو يقول لي اشنو يقول لي لا صافي ما قلت لك والو صافي. قال لي راه داز صاحبي الصباح قال لي لا صافي ماشي مشكل نهائيا. بون هاد البوليس هنا تيبغيو ديك على ديك الدويره تدور معاه ما عارفش انت بينا راه الى اي حدود بيجي تخرج منهم وبيجي تدخل منهم وجيت تبيجي تدور ما غاديش تكمل الرحله تتلقاك مشاو ليك طرف ديال الفلوس مع دور مع هذا ودور مع هذا. فإلا كنتي داير امورك مريقله قانونيه ما كاينش علاش تعطيه شي حاجه. الطريق صغيره بزاف انا كنت نقول غينيا بيساو صعيبه لكن تيبان ليا غينيا كوناكري غادي تكون صعب ياك با ابراهيم باين العربون. دراري دايزين مساكن بيكالات اش الحوت تبو اي 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 بعد المرة تيكون الماء وتطيح في شي حفاري يا سلام تسمع هذيك الضربة فراسك. صغيرة بزاف هاد الطريق هادي شتي تاعي الفرقان ما شتش بحال هادي هكا حدود بين جوج دول دايرة على هاد الشكل هذا صغيرة بزاف. صغيرة والشتا جد زاد صعباتها هاي 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 على العاب الاولمبياد ندوزو من هنا هنا صعيب على الطوموبيلة اي 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 صعيب حتى على الماطة. شوفوا ابراهيم قال لي تعطل جاي هنا بغينا نعومو اي 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 لازم نطلعو من لهنا. واه مكيناش اي مكيناش شي بلاصة سهلة كلشي صعيب وزليقو زليقو يا سلام هادي ضايع صعيب تدوز منها. دابا المشكلة مع تثبيت فرسي برومي الرويضة ديال الدور تدور الغيس تقريبا نقدر نقول لك هو اصعب طرقان تدوز منهم هو ديال الغيس. الرملة واخا هكاك غادي تساعد معاها وتدوز الحجر غادي تساعد معاها وتدوز ولكن هذه اول مرة تنجرب الغيس فريمون صعيب. اش بان لك اسي ابراهيم اش بان لك في هاد الطريق
لفان وشوف هذا كي جاي جاي معيط، خليه يدوز هو الاول. هذا صاحب الطاكسي، السلام عليكم. هذا طاكسي موتو، هذا تيهزو الناس تينقلوهم في هذه الطريقه هذه. على ما اعتقد من بوكي حتى لواحد المدينه الصراحه هنا كاينه في كوناكري، ما عقلتش على السميه ديالتها. هذا راه ماشي اداه، هز بزاف اللهم بارك، هز خنشا عشان الطريق كلها هي. اوبريغادو مي اميغو، اوبريغادو. عشيت البوليس ديالهم بشي شكل، شفت واحد الحصان مسكين ناض بغا يعاوني. هادو اقدر هما اخر الكلمات اللي تنقولو بالكريول، كريولو شوية البرتغالية. مع انه سولت واحد السيد، واحد الراجل قال لي حتى البرتغالية شي حد تيهضر بالبرتغالية هكا بيور غادي يفهموه، ولكن ماشي 100%، لان فعلا الكريول فيها بزاف الكلمات من سبليون من البرتغاليه، ولكن كاينين اوجه الاختلاف بيناتهم. اكيد مثلا احنا مثلا السمعه اللي معروفه عندنا بانه تنهضروا بالفرنسي، كلشي يقول لك بين المغاربه تيطيروا في الفرنسي، وفي الحقيقه راه لا ماشي كلشي، اغلبيه الناس يعني ما تيهضروا بالدارجه ولا تيهضروا الامازيغيه، فرونسي شي حد اللي قراها في المدرسه وصافي. دابا الدراري الجيل الجديد عندنا في المغرب بزاف تشاور لونغلي، حاجه اللي مزيانه. واللغات بصفه عامه شي حاجه اللي مهمه بزاف للانسان، خصوصا لونغلي، لان تنفع بزاف، تنفع لا في التواصل ولا حتى في الدراسه اللي بيكمل شي دراسه ولا شي. السلام عليكم، تو با بيان؟ اون لا كوناكري. اوه بلاتي هو بلاتي، نشوفوا الطريق. دابا راه دخلنا لكوناكري. صافي دابا الا وقفنا هنا اص ابراهيم وقلنا ليك فيها هي الطريق، تبان ليك صعيب تلقاها. القاعد حنا غاديين فيها والمكيله الشتا تتصب وقرب يظلم عندنا الحال. دابا بقات لنا كيلومتر ونص ونخرجوا من بيساو، مابقاش لنا بزاف فريمون. تاع الناس هادو اللي تندوزو من حداهم دابا ولاو تيهضروا شويه بالفرنسي. ضرب ليا شي تصويره هكاك. هذا لجي اشناهو هذا؟ واش هاد الحيوانات هذا؟ غادي يقولوا واحد الصوت في شي. انا في الاول سحبني سحبني الصدى. ماشي الصدى، عندهم صوت. لا قول لهم علاش هاد الحيوانات هادو؟ انا الظلام هادي بالي غادي نخيمو وسط هاد وسط هاد الغابة هادي. مشكلة ما كاين حتى فين تخيم، غير بشوية هنا بشوية. اوب 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 يزلق بزاف، وترجلين تيزلقوا لك صاحبي. ورا هنا غادي نديرو غير بالدفيع وصافي، نكملو غير بالدفيع. حاول تخرج من هذاك الفوسي هكاك، ما حاول تخرج منه، خرج منه.
ندخل كاع باقي البلاصه اللي فيها الماء. هنا ضروري يدز من الماء. هذا خايب، هذا الفوسي هذا خايب زليقو. المشكله هذا تبيت كالي برجليك وتيزلقوا لك حتى هما. شوف هاد البليصه هادي هنا، شوف واش دايز. لا يحبس، حبس ما تمشيش. بلاش بلاش ينفعك، بلاش سير سير. انا والله ما عرفت منين ندوز. اوب اوب اوب، ناري ناري على الحفره. بابا بابا بابا. راه ما بقيتش بيرجع الموتور له. غنزعم ندوز من ليه وصافي. غنديرو بالدفيع دابا المشكلة حصلت. انت شوف غادي نجي نعاونك، غادي تجي تعاوني تنخرجو. سير ركب ركب سير. صافي سيري سيري، انا نهز من اللور. تتزلق صافي دابا نهز انا من اللور. تتزلق سير سير سير. شوف فين تحتاني. اي سير ندوزك، سير ندوزك. نعم طاح بزاف. اه نهار هو، وانت حنا جينا لهنا في الليل اصاحبي. واو عند فؤاد. جاتك تصبر خبرة. انواع منيش بحال هادي، عرفتي شحال صعيبة. مشكلة تحط رجليك في شي بلاصة تتوغل تدخل. Ici ou bien par là? Ah, au milieu.
شتي دابا ابراهيم حصل واحد الحصله. واو دابا هادو الدراري كيدوزو من الوسط واخا تيكون الماء كيدوزو من الوسط. حنا كنبغيو زعما ندوزو من الجناب بان ما يدخلش زعما الماء للموطور. ولكن انا عندي ما عندي ما عليك حتى كيدوزو من الوسط. كيدوزو من الوسط والله تلاقينا معاهم. الصوره كيفاش دايره وما عرفت الصوت كيفاش داير. المهم انا طلعوا على كيف ما كانت ترى بحال بحال ترى بحال. واو واو اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. لا عندك 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 ممنوع شي حاجة سميتها الدوبلاج. ممنوع الدوبلاج ممنوع الدوبلاج. الله 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 شوف الحر. يا ربي السلام يا لا إله إلا الله. واو لا إله إلا الله. اللهم احفظنا يا رب واش عارفي. اللهم بارك اللهم بارك. ما كنتش نظن انا غادي تكون هكا بهاد الصعوبة. واو راه عادي العيال كبير على النبي الله جينا عادي تقاوم تقاوم هذاك الجيش اللي كيجي تلقاهم يقولون باش ما تطيحش وخاصك تكون اون بلون كونسونطراسيون كيف تيقولوا. الرجليه عمرو هذاك الصباط تيجي ما تيدخل كاع الماء ولكن مع هذه الكميه الكبيره ما كاينش. بغيت نخلي الكاميرا هاكا نخليكم تعيشوا الاجواء كامله غير الا ما طفاتش غادي تكون مزيانه. سير 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 دونت ستوب جست موف كمل اخويا كمل كمل. الله يسترنا ترخصوا لنا الطريق هذا. راه شفتها وين اللهم بارك ما شاء الله. لكن تنزيلو يبقى تيتسناونا عطيها هاد السمعة يا دابا اسمع هي 12 لتر فهاد الزباط هاد. لا اله الا الله. يا ربي السلامة عيان فضل الله. معنا الموطور بعدا انت نخرجو من هنا عرفتي راه كيلومتر ونص راه بزاف من قبيله. حنا غاديين من قبيله من قبيله راه انا ما عرفتش شحال كاع هاد الوقت جاني الوقت تمدد طويل بزاف وجاني المسافه تاعي تمدد تاع الطوب بداتي تحت الظلام شي شويه. دابا حتى ولا بغيتي تهز الموطور مشكلة. سير زليقو دابا نهز انا هادي دابا نهزها قريبة ليا
ماشي مشكل خصنا ندوزو هاك هادي تاعي هاك عرفتي طالع الدخان من هاد السيخ مزيان دخنات ها هاي سير ما تنسمع كاش تقول وخسر رياضتو خسر الضو راه داكشي علاش تخيطو انا باش تكمات شوف دوز من هاد الحفيرة بخط الحفيرة دابا هاد الحفيرة دابا تشد ديك البنو هاد هاد البلاصة هادي دابا غاديك الزليق حنا دابا غادي نبقى فين كنتأدبطو لي كان ولا بد نستمتع السلام عليكم الغيس encore une autre chose oui c'est pas oh alhamdoulillah alhamdoulillah merci beaucoup mon frère merci beaucoup وصراحة الله واحد الطريق اللي صعيبة بزاف دزت في حياتي من جميع الطرقات الممكنة ولكن ما عمرني دزت مشي طريق صعيبه بحال هكا صافي ولينا لقينا واحد الكوان وهو زعما راه يمضي بانين وصافي لقينا واحد البلاصه فيها واحد بحال قلتي داك اللي تيضرق من الشتاء ولينا حطينا فيها هكا الخيمه وصافي واخا هو راه الشتاء راه ما زقات مني وقفنا ما زقات دابا ضربني الله كيلومتر ونص والاشكال اللي قالوا لنا الناس وباقي علينا 90 كيلومتر على نفس المنوال الجميع يدوزك اخو ابراهيم لا اله الا الله طريق حياتي دوزت كاع جميع الطرقات الممكنه ما عمرني دوزت طريق صعيبه بحال هادي بزاف صعيبه بزاف هادي في الغالب مع الناس وحدين دايزين بالماطر يدوزوا منها اصحاب الكونتربوند وحنا دايزين منها وانا غادي عرفتي علاش خفت بين البيسي كاين هنا ديرو هنا في الصاك وتنقول يا ربي السلام وقع واحد البلان ابراهيم عطاني نصورو بالايفون قد ما تمشي لك ابراهيم 160 افريا كان بعض يضربوا فيها تران اشوق علي دابا عطاني نصورو بين عطيه التليفون ديالو هو حصل واحد الحصله مشيت بين عاونو وفين بقى التليفون عرفتي دوك البورطه ديك الكحله اللي تنحط فوق منها بقى هي محطوط والله الا هي محطوط بقى غير محطوط تماك جاب الله كاين واحد جوج قرعيت الماء كالاو وجاب الله انا ما تقلبت لها لا وكان هو عنده الموطور حطو في نفس البلاصه مشى الله يهني لانه هو طاح شحال من طيحه كان مشى الله يهني ولكن كيف تيقولوا رزق الحلال باقي حلال عندك هذاك التليفون ابو ابراهيم المهم غدا راه باقي معنا طريق طويله عرفتيها واحد العيا نقول لك اكتافي ماشي ليسبري ديالك عيان واحد الدرجه ما تتصورش زيد عليها راه وصلنا هنا حتى الصلاه ما كاينش فين نصلي ولينا صلينا في لاطون شدينا ما عرفنا فين هي القبله صافي صلينا وصافي بدلنا حوايجنا راه كلشي فزق من الفوق حتى لتحت الصبابط كلشي زعما شي حاجه اللي تقول راه هذه انفيرميا والله ما تلقدي شي حاجه دابا نحاول ان شاء الله نشارجي الكاميرا باش تعيشوا معنا المغامره غدا ان شاء الله والله يخرج هذاك غدا ان شاء الله على خير وان شاء الله غادي تدوز كلشي هادشي غادي يبقى غير تعاود وغادي يبقى حكايات غتعاودوا مع ود ابراهيم لولادك تقول لهم ان شاء الله ان شاء الله تقول لهم راه مشينا ودرنا واش وقع وهذا وزيدوا واحد شويه الدراما وشفنا شي وحدين دايزين صحاب الكونتربوند وكذا ايمان المهم الدراري ما نطولش بزاف نيت هاد الكاميرا راه قربت ديشارجا والباور بانك عندنا راه كلشي من ديشارجي وما يمكنش تشارجي من تاع التليفون باقي كاع ما جربنا هذوك بورت يو اس بي واش خدامين ولا ما خداميش هو اصلا ما بقاش خدام عنده شحال هادي انا في الغالب ما عرفتش تمنوا طلبوا زهرنا منين خرجنا هاد الليله هادي غدا غادي تيسر الامور ودابا راه الشتا باقي خدامه دعيو معنا سلام عليكم